أكد الرئيس الأرمني فهاجن خاتشاتوريان أهمية قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ لمواجهة تغير المناخ الذي تعاني منه كافة الدول ولا سيما في أرمينيا. وأضاف خاتشاتوريان في لقائه مع التلفزيون المصري أن تغيرات المناخ لديهم وصلت إلى نسبة 9%، لذلك لديهم العديد من أزمات بالموارد المالية والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن زيادة مصادر التمويل مهمة أيضا، وأنهم بدأوا في تقييم الخسائر والأضرار، وأنهم يأملون أن يصلوا لبعض الإجراءات لمواجهة تغير المناخ. بالنسبة لنا أرمينيا فيما يتعلق بقمة المناخ مهمة جدا، لأننا في أرمينيا نعاني بالفعل من ارتفاع درجة الحرارة بنسبة تصل إلى 9%، وأيضا التغيرات وصلت إلى أكثر من 9%، ولذا نحن بالفعل لدينا أزمات في الموارد المائية وأيضا الطاقة المتجددة. إن التبادل الخبرات مهمة جدا لنا، تعلمنا كيف لنا نتكيف فيما يتعلق بالخسائر والأضرار ويتعلق بالتنفيذ والتكيف، كيف لنا أن نستفيد من هذه المزايا والكلمات المهمة، وكيف لنا نستفيد من المؤتمر المناخ.